بناءً على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل 28 من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين، تقرر نقل عدد من الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، كما تم نقل 12 طفلاً بواسطة الإسعاف الطائر إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لتلقي العلاج. ربنا يطمنك عليهم ان شاء الله، يبقوا زي الفل باذن الله ان شاء الله. يا ترى كل حاجه تمام وكل حاجه كويسه؟ الحمد لله. في اي حاجه انت محتاجاها؟ لا يسعدك الله يخليك. يعني نتمنى ان احنا نعمل اي حاجه طيبه على طول، بندعي لكم ان ربنا يا رب يشفي كل الاولاد ونطمن عليهم ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله. الله يخليك، ربنا يخليك. ربنا يوفقنا دايما ويوفقكم دايما يا رب في خير، ودايما اللي جاي احسن ان شاء الله.